يأتي فصل الشتاء حاملا معه أمطار الخير والبركة التي تمحو عن القلوب الألم وتنزل السكينة عليها ويعم الهدوء في الأماكن. فلا شيء أجمل من أكواب البن الساخنة في الشتاء والنظر من النافذة إلى سقوط حبات المطر. صباح الخير للعصافير ولهواء الشتاء البارد ودفء الشمس. صباح الخير لكم أصدقائي المشاهدين. We'll be right back.
أسعد الله بالخير صباحكم، وأنا أحييكم عبر برنامجكم المباشر صباح اليمن اليوم الذي يأتيكم دائما عبر شاشتكم قناة اليمن اليوم. اليوم سوف يكون لدينا موضوع جميل ورائع عن فن الدمى والعرائس، مهارة وإبداع، وسيكون لدي الفنان اليمني المميز صدام العدلة. صباح الخير صدام، نورت الاستوديو، أهلا وسهلا فيك. وسيكون لدي العديد من الفقرات المتنوعة التي أتمنى أن تنال إعجابكم ورضاكم، لكن البداية دائما هي مع المهندس المتألق رشيد العريقي الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني. باش مهندس رشيد، كيف هو صباحك اليوم خلال هذا الشتاء القارس؟ شكرا يا باشمهندس. في البداية، ما هو الذي تحمله إجابتكم من أخبار فيما يتعلق بالأجواء الباردة خاصة في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية، وأي المناطق التي تأثرت أكثر بموجة الصقيع، وما هو أخبار حالة الطقس خاصة فيما يخص هطول الأمطار، وما هي أدنى درجات حرارة التي سجلت فجر يومنا هذا الخميس؟ شكرا في صدري على هذه الأسئلة. استمرت مهمة البرد الشديدة على أغلب محافظات بلادنا خاصة الجبلية وأجزاء الداخلية حتى الصحاري خلال اليومين الماضيين وحتى يومنا هذا، وقد سجلت درجات حرارة متدنية خاصة لأول مرة في شتاء هذا المنطقة، ووصلت إلى درجة واحدة تحت الصفر في كل المنظمات وعمران وثمانية من عشرة يوم أمس أيضا في سرخوت، وقد أيضا طيب يا باشمهندس رشيد، يبدو أن هناك خلل في الصوت، سوف نعاود الاتصال بك خلال ثواني، ابقى معنا. السادة المشاهدين، كما تعلمون بأنه تتعرض طبعا بلادنا لموجة صقيع وشتاء قارس جدا، طبعا هذا الشتاء أثر أكيد على المحاصيل الزراعية، وكان المزارعين طبعا يعني تأثروا خاصة بأنه الزراعة يعني تحتاج إلى أجواء مناسبة، أجواء مناخية مناسبة. أيضا كان الله في عون طلاب المدارس الذين يذهبون إلى الصباح الباكر خلال هذه الأجواء الشتائية، وأيضا حسب المعلومات الواردة إلينا تعرضت بعض المناطق لهطول من الأمطار التي أتمنى أن تكون يعني أمطار خير وبركة رغم يعني برودة هذا الجو. أيضا ها شباب، المهندس رشيد عاد معي. مهندس رشيد أنت معي الآن؟ مهندس رشيد، ألو. أيوة نعم، تفضل تفضل، أسمعك الآن، الصوت واضح، تفضل تفضل، أسمعك الآن، تفضل يا باشمهندس رشيد. تمام، شفت العديد من محاضرات بلادنا تأثرت بموجة الصقيع وقد تضررت بعض المحاصيل الزراعية في كل من دمار وخاصة مغرب عنش وقاع جهران والصابة ووصاب العالي والحدى، وقد هبطت درجات الحرارة كما أسلفت إلى درجة واحدة تحت الصفر في كل من دمار وعبران وأجزاء أيضا من البيضاء، ووصلت حتى في صنعاء فجر يوم أمس إلى 8 من 10، أي تقريبا درجة واحدة فوق الصفر، وحتى يومنا هذا أيضا استمرت الأجواء الشديدة البرودة على محافظة عمران مدينة ديفان وكذلك أجزاء من محافظة صنعاء حيث تدمدت المياه، والأجزاء أيضا من البيضاء وخاصة في رجاء وملاح وصعدة أيضا هبطت درجات الحرارة، وهناك أيضا ظهرت بعض المحاصيل الزراعية في صعدة وكذلك أجزاء من الأب والضالع. الأمطار طبعا أخي صبري، وكما هو بلادنا تتميز بتنوع التضاريس والمناخ والطقس أيضا، فقد هطلت يوم أمس من الساعة 7 مساء وحتى 9 صباحا يومنا هذا أمطار متفرقة على قبيل سقطرة بلغت كميتها 23 مليمتر في سقطرة، كما هطلت أمطار على أجزاء من محافظة عدن وأمطار خفيفة على سواحل مهرة خاصة الغيبة لله الحمد والمنة. أما درجة الحرارة فقد وصلت درجة الحرارة إلى درجة واحدة فجر يومنا هذا في عمران ونمار
وفي صنعاء فجر يوم العالم 2.5 وإرد 7.4 وفي سيئون 9.7 وكذلك حدق 12.8. الأجواء بدأت قليلا ترتفع كما وكل هذه طبعا أشرنا إليها طبعا التوقعات في حلقة يوم الثلاثاء الماضية في من الصباح اليوم واليوم أخي صبري تفضل. طيب يا باشمهندس، هل هناك من تحذيرات أو تنبيهات تودون إخبار السادة المشاهدين بها خاصة فيما يتعلق بالأجواء المناخية خلال اليومين القادمين بإذن الله تعالى؟ نعم، خلال الأيام القادمة أيضاً لا يزال المركز الوطني للأرصاد الجوية يحذر إخوة المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والحاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر، وكذلك المسافرين إلى المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية يأخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية من صدمات البرد الشديدة، وكذلك الإخوة المزارعين بيأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك معات المواشي والنحالين حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة. كما يحذر النخبة المواطنين للأرصاد الجوية يحذر الإخوة المواطنين والصيادين ومركبي البحر من الارتفاع العالي للأمواج واضطراب البحر في الأجزاء الجنوبية من سواحلنا الغربية ومدخل باب المدق حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار. وأشير إلى أن هذه الموجة البرد قد تتراجع وهي متوقعة ابتداء من يوم غد قليلا وسترتفع إن شاء الله نطمن الإخوة المزارعين والإخوة المواطنين ابتداء من يوم السبت، وبالتالي نطمن الإخوة المواطنين وحبر أثير هذا البرنامج أنه سترتفع قليلا درجات الحرارة عما كانت عليه خاصة خلال العشرة الأيام الماضية. لقائي بك يتجدد بإذن الله تعالى صباح الأحد القادم. كنت معي من صنعاء المهندس رشيد العريقي، شكرا جزيلا لك. الكارديو هي تمارين تساعد على إنقاص الوزن عن طريق حركة العضلات وتساعد على التخلص من الدهون الزائدة في الجسم من خلال بذل مجهود عالي لزيادة نبضات القلب، وهي تعتمد أيضا على تمارين خفيفة لإنقاص الوزن ويتم القيام بها لمدة 30 دقيقة يوميا.
التحريك الدمى هو شكل من أشكال التعبير الفني القديم، وهو نوع من سرد القصص والأعمال المسرحية. وفي مسرح العرائس تتكشف الدراما التي يتم تمثيلها بشكل كلي من خلال كائنات تمثيلية معينة، والتي يتم تحريكها من قبل محرك العرائس. وقد يكون هذا الشخص مرئيا أو غير مرئيا للجمهور، وقد تطورت طبعا الاختلافات الثقافية لمسرح العرائس بشكل مستقل في أجزاء كثيرة من العالم مع وجود هذه الأنواع الفريدة التي ما زالت مستمرة حتى اليوم في اليابان والصين وألمانيا وأندونيسيا وأيضا الولايات المتحدة وغيرها أيضا من الدول. كما أصبحت بعض الدمى هي رموزا عالمية في عصر التلفزيون، ويعتقد أن فن تحريك هذه العرائس هو شكل فني تمتد جذوره إلى الثقافات القديمة منذ أكثر من 3000 سنة. ويزعم أن الدمى كانت تستخدم في فنون المسرح حتى قبل ظهور العناصر البشرية، وربما بدأت أقدم دمى في مصر القديمة، حيث تم اكتشاف دمى متحركة من العاج والصلصال في المقابر، وتم ذكر الدمى في الكتابات القديمة من عام تقريبا 422 قبل الميلاد. وفي اليونان القديمة أيضا أشار كل من أرسطو وأفلاطون إلى تحريك العرائس، وتطورت أنواع كثيرة من فن تحريك العرائس في مناطق مختلفة من العالم، وما زال البعض منها يمارس اليوم. ففي اليابان أيضا تطور تقليد البونوراكو الراقي من الطقوس التي تمارس في معابد الشنتو، وابتكر أيضا الفيتناميون تقليدا فريدا لعرائس المياه، حيث تبدو الدمى الخشبية وكأنها تمشي في مياه تصل إلى الخصر. ويرجع أصل هذا التقليد إلى مئات السنين كاستجابة لفيضان حقول الأرز. أما دمى الظل الأندونوسية فهي مثال آخر على تقليد شعبي قديم، كما استخدمت الدمى الاحتفالية في العديد من الثقافات الأمريكية الأصلية. طبعا ضيف اليوم في الاستوديو هو نجم يمني بامتياز، الفنان صدام العدلة، ممثل اليمن في الاتحاد الدولي لمسرح العرائس. صباح الخير صدام. صباح الخير. أشوف اليوم عملت لنا فوضى في الاستوديو. يعني. لا بالعكس، أنا سعيد جدا. بس فوضى جميلة يعني. الله يخليك. أولا أنا مسرور بتواجدك معنا، وفي البداية أبارك لك أيضا تكريمك في مشاركتك الأخيرة في دار الأوبرا المصرية من خلال هذا الفن الراقي، فن الدمى. طيب يا صدام، حدثني عن هذا الفن، وكيف تخطى هذا مسرح الدمى والعرائس الحدود وأصبح فنا مسرحيا عالميا؟ أشكرك في المقدمة الذي بجد استعرض فيها تاريخ مسرح العرائس على مستوى العالم، وهي جيدة بكل تقدير. يعني امتداد مسرح الدمى والعرائس هو امتداد الإنسان بشكل كبير جدا. جميل. خلق المسرح العرائس كموازي للبني آدم يعني منذ آلاف السنين كما قلت أنت في المقدمة، وبالتالي هو أساسا متواجد مع الإنسان منذ النشأة، لأنه كان بيعمل محاكاة، وهذه المحاكاة كانت من خلال إما الرسوم، وتجسدت هذه الرسوم إلى أن تكون منحوتات. تطور الموضوع من أنها تكون منحوتات ثابتة ومتمركزة إلى أنها تكون متحركة، وهنا ظهرت الحضارة المصرية القديمة، الحضارة الفراعنة، أنه اكتشفوا في المقابر واكتشفوا بشكل كبير جدا أكثر من منحوتة لها مفصلات بسيطة. أوكي، ما كانش فيها الميكانيزم العالي، بس كان في الأخير بتتحرك بطريقة ما، مجرد خيوط باستخدام قوالب الطين مثلا، كان بيستخدموا ويعملوا دمى وعرائس، كان الهدف منها إسعاد الأطفال في تلك الحقبة. امتد مسرح الدمى والعرائس بامتداد الحقبة الإنسانية، بامتداد التجارة وحركات التجارة ما بين البلدان العربية مثلا، وحتى البلدان العربية مع العالم الآخر يعني والعالم الموازي لنا. فمن خلال التجارة اشترى خيال الظل الذي ما كان ما بين الحضارة الأندونيسية والهندية، دخل الوطن العربي وكان يستخدم بشكل كبير جدا في حركات التنقل ما بين الحج وأداء العمرة في مناسك الحج. فكان السلاطين والملوك كان يقدموا، لأنه كانت رحلات كبيرة جدا تستمر على مدة شهور جدا، فكان بيعمل زي السمر وليالي الاحتفالات، فكانت الليل كان يحيى دائما بمسرحيات خيال الظل. وفي المقابل حتلاقي الأراجوز ظهر في بعدها بفترة طويلة جدا، في مسألة هو بعد الحكم العثماني وأثناء فترة الحكم العثماني كمناهض وصوت بيقول بشكل ما يعني أصوات الشعب، ظهر الأراجوز. حتلاقي بعدها دخل المسرح، هو الفكرة في تطور المسرح بشكل كبير جدا بألوانه المختلفة
بيظهر في بلد معين وبيشتغل عليه وبعدين بيظهر في بلد اخر بلونه مختلف يعني. بعدها مباشره حيحصل انه واحد يكون مثلا دخول مثلا الدمى والعرائس في مساله المدارس مثلا والتعليم الاساسي والتعليم الصفي والتعليم النشط مثلا، دخول المسرح العرائس في برامج الاطفال والبرامج التوعويه. فالمسرح العرائس هو في اعتقاد الشخصي كصدام هو بيتطور مع الانسان وبيستجيب للمدركات والمعطيات التي بتكون في فتره ما يعني. طيب يا صدام، ايش اللي جعلك يعني تدخل هذا المجال وهو مجال طبعا يعني نادر ومجال شيق، يعني ايش اللي لفت انتباهك وجعلك يعني تدخل في هذا التخصص او تتفنن فيه او تقوم ايضا حتى مثلا يعني بتطويره ووضع ايضا لمسات خاصه فيه؟ يمكن الشغف بشكل أساسي، ودائما أنا سعيد بفكرة إنه الشغف وفكرة التجريب. فكرة الشغف والتجريب بتخليك دائما يكون في عندك القدرة الكبيرة جدا إنك تكتشف هذا العالم، وفي اعتقاد إنه هو عالم جميل جدا يعني وساحر يعني. المسرح بشكل عام هو عالم ساحر، فما بالك في استخدام مسرح الدمى العرائس اللي هو أساسا بيلمس مع فئتين، أو ممكن بشكل أساسي ممكن يلمس مع الأشخاص الكبيرة في السن أو البالغين مثلا صح التعبير، وفي نفس الوقت حد يلاقي بيلمس بشكل أساسي مع الأطفال. وبالعكس يعني بالنسبه لي مسرح دمى العرائس اللي هو يعني نور معي في لحظه من اللحظات وبدا يكون في هاجس الكبير كان من 2010، لانه اول دمي عملتها في البيت وكنت عام يعني كان عندي برنامج تدريبي كنت لازم اقوم به للمدرسين في رياض الاطفال. وتقبلوا في البيت هذا الاطفال لقيتهم انه في سحر يعني، فحسيت يعني هو كانوا في اكتشاف كذا جديد بالنسبه لي. حسيت انه انا اجلس مع اطفال اسرتي في البيت واعمل معهم انشطه بالنسبه للفنون الرسم والحاجات هذا. بس فعليا مسرح دمى العرائس او العروسه اللي انا افتكرتها ساعتها كان لها سحر كبير جدا، وكانت عرس بسيطه جدا باستخدام الجوارب يعني. لقيت ان الاطفال بيتفاعلوا معها وكان في حديث جيد وانا استغربت، فحسيت انه لا يعني في هنا سحر وسحر لذيذ جدا، بس هي الفكره كيف يتم استخدام الاليه وكيف يتم توظيفها بشكل اساسي. هل بتشوف انه هذا المجال بيخلي الانسان يهرب مثلا من الواقع المؤلم او الواقع المعاش اللي بيعيشه الانسان في ظل ضغوطات الحياه، في ظل اوجاع الحرب، في ظل بتلاحظ انه الانسان يعني بيهرب الى هذا العالم لكي يعني تهدأ النفس شوية، تستريح النفس شوية؟ دائما احنا بنقول ان الفنون هي الحل الأسلم للسلامة النفسي. ففي وجود مساحة كبيرة من انواع الفنون سواء كانت مسرح العرائس مثلا او المسرح العام او الموسيقى او الغناء او الرسم او اي فنون سواء كانت أدائية او تعبيرية او قولية، هي مساحة رحبة جدا لخوض مراحل تصفية النفس وتهذيبها في نفس الوقت. وبالتالي احنا حنلاقي انه لا يعني احنا بنحاول احنا نوجد فرص مناسبة، وفي المقابل احنا بنحاول احنا نخلق نوافذ اخرى للتنفس بشكل اكبر بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت لأخذ أنفاس تستطيع أنك تكمل بها خلال يومك التالي بعدها كذلك يعني. طيب أنت مثلا أنا أشوف الآن هذه الأشياء الموجودة معك، هل بتستخدمها بالثنتين الأيدي يعني؟ ممكن بالنسبة لهذا العرايس، هي أساسا عرايس بتستخدم للعاملين مع رياض الأطفال أو العاملين مع الأطفال بشكل مباشر، وهذا اسمه عرايس القفازية. كل ما في التالي أنا بدخل أصبعي يدي بدخل الكف كامل، وإحنا ممكن ندخل الآن يعني بهذا الطريقة يعني. طيب وبتقوم انت بالحوار مثلا؟ بقوم مثلا بالحوار مثلا ما بين الشخصيتين مثلا او شخصيه يعني. هل ممكن مثلاً انت تعمل شخصيتين؟ ممكن ادي شخصيتين مثلا اذا انا حابب، وممكن اقدم شخصيه واحده يعني يعني بالتالي انه هذا مثلا الدمية هذه تتكلم مع يعني هكذا مثلا يعني. ممكن احنا نادي حوار مثلا الان سريع مثلا ابتكاري مثلا. تفضل. ف مرحبا بكم، انني اليوم كان الطقس باردا جدا. كان الطقس باردا ولم أستطيع أن أخرج من خارج الحقل اليوم. لا تقلق يا صديقي، سيتغير الطقس حين 10 صباحا. وممكن عند الظهيرة سيكون الطقس جيدا. مرحبا مرحبا، نعم سأنتظر حتى الظهيرة. فبهذا الطريقة أقدر أقدم جميل. نص للأطفال أو أقدم مجموعة من المحتويات للأطفال، بحيث أنه أقدم رسائل للأطفال، بحيث أنه أنا في اعتقاد الشخصي التلقين المباشر صعب، وفكرة أنك تعمل حاجة للطفل أنك تقول نعم أو لا بطريقة مباشرة، دائما الطفل العقل الباطن للأطفال بيشيل كلمة لا وبيستمر بقية الجملة، فتلاقيني بقية الجملة بيستمر في الفعل. فأنني من خلال مثلا مجموعة من الدمى والعرائس أو من خلال أشياء ممكن أبتكرها للأطفال في محيط البيت، وإحنا ممكن نتكلم في الجزء الثاني من الفقرات التالية، أنه كيف نحن نخلي الأطفال أنهم برسالة معينة، أن أنا أقول للطفل لا بس بأسلوب معين يعني، اللي هو استخدام وسيط ما بيني أنا والطفل. طيب وهذا الاشياء الصغيره انا شفتها، هذه عرايس اسمها عرايس الاصبع، وغالبا انا بشتغل على فكره انه يكون في عندي منتوج ما بين الحيوانات مثلا والاشكال الحيوانات مثلا او الافراد يعني. فانا بخلي الاطفال مثلا او العاملين مع الاطفال انه يمسكوا مثلا بهذا الطريقه، مجرد ان ادخلها في الاصبع
واقدر في نفس الوقت اني نعمل منها منها حوار برضو يعني. ميزة الآب يعني ممكن أكثر من شخصية حول ممكن أكثر من شخصية وممكن أحركها بهذا الطريقة وفي نفس الوقت أنه ممكن تعمل بهذا الطريقة أنها تحرك دائما الحركة باستخدام تحريك الأصبع بهذا الطريقة يعني. بيكون في حوار مثلا بيكون في حوار بينهما الاثنين يعني ما بين مثلا الفار مثلا والدجاج وممكن تكون مثلا هذه زميلة مثلا أو تكون هذه صاحبة المزرعة فممكن يتكلموا مع بعض بهذا الطريقة. ميزة مسرح العرايس أنه عرايس الأصبع بالضبط بياخذ في عندي قالب صغير جدا زي شاشة التلفزيون ومن خلال العرايس بتطلع تقدم دور بسيط جدا في اللي هو ما بنحتاج في الآخر اللي هو فكرة المسرح الكبير جدا الذي هو أساسا بيحتاج مثلا إضاءات وستارة مسرح وكذا يعني. وغالبا هذا بيستخدمه نقدر نستخدمه مثلا في البيت أو في إطار المدرسة يعني أو الحضانات يعني. طيب في كمان شفت أنا يعني بلعصي خيوط ولعصي هذا هو نفسه في مجال تخصصكم في مجال العرايس بالضبط. هو أنواع يحتاج أيضا يحتاج مهارة يعني بشكل أساسي يعني وتكنيك خاص في مسألة التحريك لأنها في الأساس بتعتمد على اسمها عرايس الخيط أو عرايس المارينيت. هي بتعتمد على أساس أنه بيكون في ميكانيزم للتحريك ولكل مفصل من مفاصل الجسم بيكون لها خيط مسؤول على تحريكها. مثلا اليد مسؤول لها خيط واليد اليمين او الشمال الرجلين لازم يكون فيهم خيوط بحيث انه تقدر تتحرك الدميه بطريقه معينه يعني ولها كنترول اللي هو الكنترول سواء كان الكنترول تشيكي مثلا حتى الكنترول مختلف يعني ما بين التشيكي والفيتنامي مثلا وحتى مثلا اليوناني مثلا ففي اكثر من كنترول او نظام تحكم بيساعدك على فكره التحريك وكل كنترول له ميزه او عدد خيوط معين. بس العرايس في الاساس العرايس المرنيت البسيطه جدا عدد خيوط فيها 8 مسؤول على تحريك العرس بشكل اساسي وقد تزداد عددها اذا مثلا احنا مسؤولين على تحريك العينين مثلا تحريك الفم اذا كان في عندنا حواجب اذا كان في مثلا عن انطاقية او كاب منه حابب انه يطلع مثلا شعر حابب يطلع على حسب الكاركتر الذي بنشتغل عليه وعلى حسب النص الذي اساسا بياتي الينا من خلال كاتب النص والمخرج انه يقول انا مثلا الدميه حابب انها تكون تطلع مثلا خطوه لقدام وثلاث خطوات لورا فانت محتاج انك تركز بشكل كبير جدا على اساس تخلق ميكانيزم معين لتاديه الغرض يعني. طيب هذا الاقنعة اللي احنا بنشوفها هذه ايضا المعروفه التقليديه يعني هذا الاقنعه التقليديه احنا بنستخدمها بشكل اساسي صنعوها من الكرتون يعني بيتم هذه عرايس في الاساس مفرغه بس احنا في الاساس بنحت قوالب طين يعني احنا بنحت قالب طين وبعد قالب الطين احنا بنعمل عمليه عزل باستخدام مثلا مواد زيتيه ومثلا او حتى نستخدم اكياس بلاستيك وبعدين بنشتغل على طبقات الورق فبنعمل مثلا ما يقلب 30 40 طبقه ورق بحيث انه يديني الصلابه صلابه الخشب في نفس الوقت ويكون عامل الزمن عندي فيه بشكل كبير جدا ما يكونش انه مستهلك لفتره معينه جدا بسبب انه الجسم بيتعرض للعرق فلو كان ورق طبقه خفيفه ممكن يتاثر معي بشكل كبير. هذا اللي بنشوفه انا هذا هو اداء مسرحي هذا معروف وهو اساسا جاهز للعمل. هذا نوع من انواع العرايس مختلفه جدا اسمه عرايس المحموله وغالبا في مقبض هنا موجود معي هذا كبت هذا انا بستخدمه بهذه الطريقه يعني انا بمسك المقبض بهذه الطريقه واشتغل على العرايس بهذه الطريقه يعني وبيكون في عندي لبس اللبس انا اكون يعني انا بلبس اللبس هذا بشكل كامل بحيث اني اتوحد انا كمحرك للعرايس مع العروسه اللي معي وادي يعني جسمي ما بيبانش خالص انا بيبان بس التحريك بشكل اساسي بهذه الطريقه يعني فهي بتدخل المسرح وبتأتي عروض معينة أنا بمسك الطرف من أطرافها فإذا حابب أن أحرك اليد اليمين فبحركها بهذا المقبض يعني من خلال اللبس يعني حابب أن أحرك الشمال فممكن أبدل أمسك الكنترول من هذا وأتحرك بالشمال يعني. هذا الأساس الشخصية أساسا مستنبط من فكرة أسطورة اليمنية اللي هي طاشة الحوبان فاشتغلت عليه على فكرة أنه هو الجزء الذي بيتكلم على فكرة الطاش اللي ما بين الجزء البني آدم والجزء الأسد وما بين البني آدم يعني فاشتغلت عليه بشكل كبير جدا لأني كنت مشارك بها في معرض خاص بالاستخدام الأساطير الشعبية في الفترات العربية الإنساني في معرض خاص بالدموع والعرس في القاهرة يعني كان في 2015. والله فعلا أنت بصراحة إبداع متحرك. الله يخليك. السادة المشاهدين تعتبر مدينة زبيدة الواقعة في محافظة الحديدة من أهم حواضر العالم العربي الأثرية بالإضافة إلى تاريخها العريق فإن أهميتها تنبع من موقعها الجغرافي الاستراتيجي بسبب قربها من البحر الأحمر غربا وسلسلة من الجبال الشامخة شرقا ويتوسطها سهل وادي تهامة الخصيب. زبيد تقع مدينة زبيد إلى الجنوب من مدينة الحديدة بمسافة 100 كيلومتر. تعتبر زبيد واحدة من أهم المدن التاريخية في اليمن ظلت على مدى التاريخ اليمني الطويل شاهدا حضاريا متميزا ومركزا للعلم والإشعاع العلمي الإسلامي واستحقت عن جدارة لقب مدينة العلم والعلماء. تتيح مدينة زبيد التاريخية للزائر فرصة طيبة للتعرف على مدينة من أعرق المدن الإسلامية ساهمت في خدمة الحضارة الإنسانية.
تضم زبيد عددا كبيرا من المباني الأثرية والقلاع والمدارس الإسلامية والمساجد القديمة، وتتميز مبانيها القديمة بطابع معماري فريد. والمبني من مادة الطوب وبسقوفها وجدرانها الملونة بالزخارف والنقوش الجميلة. دونت مدينة زبيد مطلع العام 93900 للميلاد في سجل التراث الإنساني العالمي لليونسكو، لما تزخر به من معالم أثرية وتاريخية ذات طابع معماري فريد قلما يتكرر في أي منطقة يمنية أخرى. وتشكل زبيد تراثا ثقافيا في مكونات السياحة الثقافية للمدينة، وتلقى إقبالا متزايدا من السياح والباحثين. كما تضم زبيد أكثر من 60 مكتبة خاصة تحوي مئات المخطوطات العلمية التي لا تقدر بثمن. ما تزال الكثير من الأسر ومكتبات بعض المساجد في المدينة تحافظ عليها، وهي متاحة للباحثين والمهتمين للإطلاع عليها. أما الموروث الشعبي في زبيد فهو يحتل مساحة كبيرة في تراث هذه المدينة، يتنوع بين الفنون السمعية والحركية وللرقص الشعبي في مدينة زبيد بشكل خاص، وفي سهل تهامة بشكل عام خصوصية متميزة، حيث تتزايد أنواعه على 18 نوعاً وتتنوع من منطقة إلى أخرى، وتؤدى جماعياً في كثير من ألوانها أو على انفراد، وقد تشترك كثير من المناطق في أنواع كثيرة منها، وخصوصاً في الإيقاعات الحركية والإيحاءات التعبيرية. هل صدام عجبك التقرير ولا؟ ممكن شخصية ثانية اللي ترد يعني التقرير جيد، وقد استمتعت بفكرة الرقصات التي أديت. أنت طبعا من أي مدينة؟ أنا من صنعاء. من صنعاء. من صنعاء بالضبط. صنعاء يعني مسرح عالمي. مسرح مفتوح. مفتوح يعني. طيب يا صدام، يعني هذا الفن ويعني وخيال الظل اللي أنتوا يعني بتعملوا، هل يعد اليوم من أهم الصناعات الفنية على مستوى العالم؟ هو يعتبر مثلا من الأشياء التي أساسا دخلت ضمن صون التراث العالمي مع اليونسكو بشكل أساسي، لأنه هو الوطن العالم بشكل عام بدأ يتجه للميديا بشكل كبير جدا، وبالتالي توجه بشكل كبير جدا من خلال الميديا للألعاب السوشيال ميديا وخلافه. فبتلاقي إن إحنا الآن بدأنا ندثر على مسألة الصناعة التقليدية، ومن ضمنها الذي بتخصص كفن مسرح دموع العرس بالنسبة لخيال الظل أو الأرجوز. مصر نجحت في الأخير بشكل مؤخرا إنها تضم يعني الأرجوز المصري في قائمة صون التراث العالمي، ونجحت في ادخال الملف. وبالتالي احنا يعني اثمن على فكره انه احنا بشكل اساسي الفتره الاخيره احنا محتاجين احنا نشتغل على هذا الاشياء، لانه الفن هو مش قائل الاندثار، بس هو بشكل اساسي بيدخل في فكره انه هو الصناعة التقليدية التي أصبحت نادرة، وبالمقابل عدد الأشخاص الذي في هذا الفن بشكل كبير عددهم لا يكون يعني مش كثير جدا، قدر ما يكون عد بعدد الأصابع يعني. طيب يعني ما هي أهم الرسائل اللي بتحاولوا توصلوها عبر هذا الفن الراقي؟ شخصيا أنا بحاول أوصل رسالة مهمة جدا، فكرة أنه أنا ضد فكرة التعليم المباشر أو ضد فكرة أنه التلقين المباشر، فمن خلال أنه بشتغل على فكرة أنه التقديم الدعم النفسي من خلال استخدام الدموع والعرايس الذي بدوره بشكل أساسي بيحاول أنه يقدم أشبه بجلسة نفسية للطفل، ومن خلال فكرة أنه أنا بأمم بفكرة اسمها فكرة تكييف الأقران، اللي هو رسالة بتكون من طفل إلى طفل آخر، وممكن يتناقشوا مع بعض ويتكلموا في فكرة معينة مع بعض، وفي الآخر النتيجة هم اللي حيستنبطوها مع بعض، مش أنا اللي حنقل عليهم أو يكون في تلقين بشكل مباشر للنتيجة. وبالتالي أنت حتعرف متى تفكر الأطفال، الثقافة اللي هم أساساً شغالين عليها، وفي المقابل حتلاقي إن هو أنت حتقدر تدخل المدخل المناسب في معالجة قضية ما إذا كان في مشاكل بالنسبة للأطفال، مش ضروري تكون هذا كان مشاكل كبيرة، بس ممكن يكون تعديل السلوك أو ما شابه يعني. طيب أنت قلت لي أنت من صنعاء، يعني وجودك في صنعاء القديمة هل يعني جعلك تنطلق بخيالاتك إلى فضاءات أوسع، إلى ابتكار شخصيات يعني جديدة
وانت عارف انه الحياة في صنعاء لها خصوصية يعني. صنعاء هي ساحرة، واحنا بنقول دائما هي صراحة صنعاء المتحف المفتوح بشكل كبير جدا. بالعكس انا قدمت اول شخصية وسميتها محمود، وكانت فكرة محمود انه شخص بيقدم شوية نكات وإفيهات للأطفال، ومن خلال هذا النكات هو بيكون سليط شوي الى حد ما في اللسان، وانما بيقدم اشكال وافكار للأطفال مبتكرة. وعملتها من القرع، يعني قرع العسل احنا دائما احنا بنشتغل عليه، او الدبية اللي احنا بنشتغل عليها، فكرة انه هو يتحول من، انا اخذت الخامة نفسها واشتغلت عليها، وابتكرت شخصيتين اللي هو محمود وزوجته، فدائما كان بيقدموا اشباه بيوميات مختلفة. احيانا كان يظهر شخص اللي هو الولد ابنهم، احيانا كان يظهر واحيانا ما كانش يظهر، بس البطل القصة هو محمود وزوجته، فكان يقدموا اشباه بيوميات في كل عرض. فكنا بنشتغل على فكرة عروض بنقدمها في كل الاماكن احنا بنشتغل عليها، فكرة عرض بسيط مدة 15 دقائق واسكتش بشكل اساسي، بيقدم فكرة معينة وبنشرك الجمهور بشكل مباشر انه في آلية اتخاذ النهاية، لان احنا بنسيب النهاية مفتوحة، فبنقول للجمهور ايش رايكم، فبيحصل الحوار ما بينهم، بنشرك الجمهور انه لا يا محمود انت كان لازم تعمل واحدة اثنين ثلاثة فتكمل مع مثلا زوجته، فاللي كان بيحصل بينهم حوار بهذه الطريقة. فمن خلال احنا بنحصل، انا اسف لو قطعتك، من خلال احنا بنضمن فكرة التفاعل مع الجمهور بشكل مباشر، وانه في نفس الوقت بيحصل كونتاكت. عفوا هذيك الدماء الكبيرة اللي نشاهدها مثلا في المطاعم او في الحدائق او في السر، هي من ضمن حاجه من ضمن ضمن الحاجات اللي تحتاج لها مثلا مواصفات الشخص اللي بيشتغل فيها يعني هو في الاساس على الحركه اكثر، هي تعتمد على الحركه، وفي نفس الوقت تعتمد على فكره طول النفس، لانه انت بتكون داخل يعني جسمك هو داخل قطعه اسفنج، وطبيعه الحال والاسفنج هو ساخن جدا، فبالتالي هو محتاج انه يكون في عندي مرونه عاليه جدا، بيكون محتاج انه يكون في عندي قدره على التنفس بطريقه ما، وبالتالي محتاج انه يكون عندي مرونه في مساله الحركه، انه لازم اكون انا الحركه البسيطه مثلا في تعبير الوجه انه عملت كذا مثلا، فمعناته انه انا بشوف حاجه واستغرب لو عملت كذا فانا خايف، بس انت لابس ماسك تعبير وشك كلها مش موجوده، فلذلك محتاج انك تكبر كل حركاتك، فما انت اذا مثلا بتحب انك ترحب بالناس فانت حتعمل بهذا الطريقه، يعني بحيث انه يكون في ترحاب مثلا، اذا انت خايف انت حتعمل بهذا الطريقه، الاقصد انه الحركات لازم تكون كبيره جدا، على اساس انه فعليا الشخص اللي خارج الماسك اللي بيشوفه مش بيعرف كل التعابير الموجوده داخليا. فاحنا يعني احنا بنشتغل من فكره التمثيل، لازم تكبر حركتك على قدر كبر يعني ممكن قدر ممكن، بحيث انها تبان حركه، وبالتالي حنلاقي في نوع اخر من العرايس مثلا زي عرايس خلال الظل حساسه جدا، لانه غالبا هي زي فكره الكاميرا، فلما يكون في كلوز اي حركه بسيطه جدا فيها بتاخذ نص الشاشه او اكثر من ثلثي الشاشه، فبالتالي لازم يكون عندي الحركه حساسه زيها زي الماريونيت، خصوصا في الماريونيت مثلا او عرايس او عروض مسرح على عرايس الماريونيت اللي تنقل الى التلفزيون بتكون حساسه جدا، لازم تكون في حركه خفيفه جدا، في انفعال معين، حتى لو كان عندنا انفعال كبير جدا الانفعال بياخذ بطريقه معينه، وهذا من خلال التدريب بشكل كبير. طيب ما زلنا نمر بفتره جائحه كورونا، يعني الجلوس في البيت، هل استغليت انت على المستوى الشخصي انه يعني تنتج شخصيات جديدة أو تبتكر شخصيات جديدة؟ جائحة كورونا هي كانت يعني ما بين أزمة وفي نفس الوقت الفرج من الأزمة، كانت في البداية الناس كلها مش مستحملة فكرة أنه الوعود في البيت لمدة أسبوع أسبوعين، فطور موضوع أشهر ودخلنا في 8-9 أشهر في المقابل، واحنا بشكل اساسي متعودين على عملنا مع الاطفال في ورش متفاعليه بشكل كبير جدا، فبدانا فكره انه يكون في عندنا جلسات من خلال الانترنت، واستخدمنا مثلا زوم او البث المباشر من خلال الفيسبوك، وقدمنا كثير من الورش التدريبيه، يعني اشتغلنا في منصه اعلاميه اسمها حتوته كشفيه وفي لبنان، استضافوني في اكثر من حوالي 6 أو 7 حلقات، وحررنا اكثر من برنامج هدفها بشكل اساسي ان احنا كنا بندخل الى بيوت الاطفال حيث ما هم جالسين، يعني فكنا بنقدم عروض مثلا، وكنا بنقدم حكي من خلال استخدام الدمى والعرايس، وكنا بناخذ مثلا كتاب معين قصه للاطفال احنا نحملها عمليه تبسيط، وبعدين نشتغل عليها حكي باستخدام مسرح الدمى والعرايس مثلا، وبعدين بنعمل تفاعل بشكل مباشر. هو في البدايه انا ما اكذبش عليك، انا يعني اول لايف عملته خلال الفيسبوك يعني انا كنت متردد، وفي نفس الوقت كنت اتصبب عرقان شويه ففكره اني انتبهت التليفون، بس احنا انا تعاملي الشخصي مع الاطفال بيكون من خلال التدريب، وانكش الطفل هذا مثلا، امزح مع هذا فاقول هذا ايش بتسوي، فادخل عليه دخل جامد بحيث انه اكسر حاجز الخجل بيننا والطفل، بس انت بتتكلم في الاخر جهاز ايباد مثلا او شاشه صامته، فانت ما بتضمنش تفاعل الجمهور. فبدات بحكم اني شغال في المسرح وفي التمثيل، فقلت خليني امثل كانه موجود معي احد يعني في الغرفه، فالغرفه ما فيش احد فيها، بس في الاخر مثلت شويه، فبدات ادخل في الحاله نفسها، فحسيت ان الاطفال بيستوجبوا معي وبتفاعلوا، في تعليقات انا بقراها انه اوكي احنا مستمتعين، خلينا نخش في الفقره التاليه، مبسوطين، طب ايش نسوي هنا، طب لا نستنى شويه، احنا حابين نحتفل معك في الالوان، احنا حابين. طيب احنا نحب ننصح الناس عبر هذه العرائس
بالتباعد الاجتماعي وينتبهوا على انفسهم بشكل اساسي. كيف ممكن نحن نقدم النصيحه لهم هذه عبر وانت بتعمل الحركات حقك؟ ممكن احنا نستخدم مثلا هذا الدماء مثلا البسيطه، وغالبا هذا الدماء هي نوع من انواع العرايس، احنا بنستخدمها هي عرايس المنضده وعرايس الطاوله. طيب نوجه للاطفال انه التباعد الاجتماعي والنظافه وكيف ممكن احنا ممكن نقدم كذا مثلا، يعني انا اسف استخدم المجلد هذا على اساس انه سطحه معين. اوكي. وممكن الكاميرا تقرب شويه بحيث ان احنا نقدر ناخذ كلوز للقطه مثلا. فبهذا التالي انه هو مثلا هذا الشخص احنا نبتكر عرض الان. تفضل. الناس كثيره اليوم في الشارع وما نش داري ليش متزاحمين، ومع انه هو في كورونا. اي والله انك صادق، وانا مستغربه ليش الناس كلهم بيتزاحموا في الشارع. لا وعاد الاسواق مليانه وكلهم بيتزاحموا وركبوا المواصلات بدون اي كمامه. يوه لو يشوفوا، انا ما قد خرجت من البيت قد لي فتره طويله، بس انت لو ما بتنزل باحيانا بتنسى الكمامه. لا لو منسيها بين اروح لاقرب صيدليه اشيل الكمامه والبس الكمامه وفي نفس الوقت اخذ معي معكم واخذ معي الكحول على اساس اني ما انساش واشوف اي حد ثاني وانصح دائما. اي والله انك صادق، يا ريت وانس كلهم يفعلوا زي ما انت يا زوجي. برافو برافو. الله يخليك. اذا الساده المشاهدين فاصل ثم اعود لاستكمال هذا استكمال هذا الحوار الشيق مع النجم اليمني صدام العدله. غسل اليدين انت كافح وانت كافح وانت كافح، المرض لو جاعه تبكي كل عين، السلامه خير من كل المصالح، التزم بيتك وشوف الناس وين، لا وعدت انك عتبقى شخص صالح، كون وافي للنوعد الحر دين. صلاح كن وافي للوعد الحر دين، لا تصافح كن متعلم ونصح، والتزم يا صاحبي غسل اليدين، انت كافح وانت كافح وانت كافح، المرض لو جاع تبكي كل عين، شخص صالح كون وافي لاني وعد الحر دين، لا تعدي المرض قاتل ومعدي، انصحك يا صاح تبقى وسط بيتك هو تحدي، وانت كن قد التحدي بالوقايه والتزم بيتك فديتك، انت غالي والمرض ضدك وضدي، والسلامه تنتهي عن ما نهيتك، مش ضروري تلتقي يدك بيدي، المحبة في القلوب يا من هويتك، لا تعدي المرض قاتل ومعدي، أنصحك يا صاح تبقى وسط بيتك هو تحدي، وانت كن قد التحدي بالوقاية والتزم بيتك فديتك، انت غالي والمرض ضدك وضدي، والسلامة تنتهي عما نهيتك، مش ضروري تلتقي يدك بيدي، المحبة في القلوب يا من هويتك.
مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة الجميلة بجمال وجود الفنان اليمني صدام العدلة. صدام، يعني هذا الفن يعتمد بطريقة يعني ساخرة وجريئة يعني للكبار، هل حققتم يعني أهداف إيصال هذه الرسائل المجتمعية للأطفال وحتى الكبار؟ بشكل أساسي أكيد، يعني بطريقة ما، يعني من خلال العروض إحنا نقدمها سواء كانت موجودة في صنعاء أو العروض اللي إحنا بنشتغل عليها في أكثر من محافظة في الفترة السابقة، كنا نقدم عروض بشكل أساسي بتستهدف الحياة اليومية اللي إحنا بنشتغل فيها، الحياة اليومية اللي إحنا بنمارسها، ومن خلالها بننتقد الأشياء السلبية. مثلا إحنا في فترة من الفترات كان عندنا مشكلة في مسألة وجود الأطفال في الشارع والألعاب بطريقة سيئة جدا، وفي المقابل ما بيلعبوش في مناطق آمنة، وهنا بنحاول إحنا كنا قدر الإمكان إحنا لا بنركز على فكرة الأطفال وجدوا مساحة آمنة تستطيعوا أن تلعبوا فيها، وتجنبوا الأماكن المزدحمة، مثلا تجنبوا المناطق اللي بيكون فيها مثلا خطر على بشكل أساسي على الطفل مثلا أو عليكم بشكل أساسي. بس الآن إحنا بنشتغل بشكل أساسي على فكرة التوعية من خلال كورونا، وبالتالي إحنا بنحمس دائما بشكل كبير جدا وجود الجلسات اللي بتكون على الإنترنت باستخدام التقنيات الوسائط المتعددة زي زوم أو خلافه يعني، ومن خلال هذا الشيء إحنا بنحاول إحنا نقدم مثلا زي فكرة رسائل توعية، جلسات ما بين فكرة التصنيع والتحريك، والأطفال بيستمتعوا معنا يعني. يعني في الجلسات مثلا كنا بنستغرب إنه إحنا جمهورنا كان محدد، مثلا إحنا بنشتغل على مثلا عاصمة صنعاء مثلا الأطراف اللي إحنا بنشتغل عليها. الآن لا، إحنا يعني لما تعمل بث لايف مثلا على من خلال الفيسبوك واستخدام زوم مثلا حتلاقي إنه في متابعين. يعني آخر لايف أنا كنت عملت لقيت إنه مثلا من المملكة البحرينية، حتلاقي مثلا إنه حيكون في معنا من أمريكا، من السويد. يعني يعني المساحة أصبحت مفتوحة والحواجز كلها تشالت، وفي المقابل كان في مجموعة كبيرة من المتابعين على مستوى العالم يعني. طيب يا صدام، يعني هذه الدماء المتحركة اللي شفناها، هل تعتمد يعني على الحركة والتناغم بالأفكار مع النص الموجود؟ بشكل أساسي هي الفكرة، وبعد هالفكرة بيجلس المخرج مع فريق العمل الفني اللي هو أساسا عبارة عن كوكب أو خلية نحل بشكل كامل، اللي هو الشخص الأول مثلا اللي بيصمم، فبيحول السيناريو المكتوب إلى 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 رسوم للشخصيات. بعدها بيحصل إنه هو الشخصيات هذه بتتحول إلى من شخصيات ورقية مرسومة على سطح ورقة، بتتحول إلى أجزاء مجسدة، وبيكون فيها تكنيك معين، حركة مثلا اللي هو الميكانيزم اللي احنا بنشتغل عليه، الميكانيزم اللي هو مسؤول على تحريك كل أعضاء الجسم. ففي دماء مثلا بس وظيفتها ان تكون جندي مثلا ثابت، فمش محتاجين فيها حاجه حركه يعني، فاحنا بنشغل عليها كمنحوته ومش محتاجه حركه. بس في المقابل ممكن تلاقي مثلا انه في دمي ثاني مثلا بتتحرك شخصية شريره مثلا او شخصية طيبه، فمحتاج انها تتحرك سريع، فاحنا بنشغل على فكره المفاصل بشكل هذا كامل. بعد الميكانيزم بيدخل في مرحله التلوين، بتلون العروسه على حسب التفاصيل اللي موجوده في النص، فاحنا بنشغل كل مرحله على حسب الذي قبلها. بعدها بشكل مباشر بنشغل على فكره اللي هو فكره الملابس، الملابس هذا في أي حقبة زمنية، حديثة، قديمة، ألوان فاتحة، ألوان غامقة، لازم يكون في نوع من الملابس اللي بيمتص كل عمليات الإضاءة على أساس لما يكون في المسرح ما يكونش مزعج للعين. بعدها بندخل على عملية الإكسسوار زي الشعر، التفاصيل، الإكسسوارات مثلا بالجسم هذا. بعد هذا كل بيدخل الآن اللي هو فكرة التحريك، فلازم المحرك يحس بالمشهد وفي نفس الوقت يتقمص الشخصية وينقل كل مشاعره وأحاسيسه وتقمصه للشخصية من 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 شخصه كفنان أو كمحرك إلى العروسة من خلال الخيوط أو من خلال أي كان أنواع العرايس، سواء قفازي أو مارينيت مثلا أو حتى عصي أو حتى خيال الظل. فلازم ينقل أحاسيسه كلها من 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 شخصه كممثل أو مؤدي للعروسة إلى الشخصية. فهنا بتكون هي عملية كبيرة جدا، وبالمقابل بيحتاج كم كبير جدا من الاجتهاد بالنسبة للمحرك على أساس يعني هو يبروز كل فريق العمل اللي طلع بالعروسة هذا، لازم تبروز قدام الناس بحيث انها تظهر بشكل كامل ومتكامل. طيب احنا عندنا طبعا فقرة موروث شعبي، هي طبعا عن الرقص العدني، يعني لو طلبت منك انك تقدم هذه الفقرة الموروث الشعبي بالطريقة اللي تشوفها مناسبة يعني. ممكن نستخدم هذا مثلا الدمية. حنتكلم عن الرقص في عدن، يعني الرقص اللي يمتازوا فيه أصحاب عدن أثناء المناسبات والأفراح، الرقص العدني. أوكي. الآن حنشوف تقرير عن الرقص في محافظة عدن، ونشوف النساء والرجال في عملية الرقص. خلونا نستمتع بالأغاني والموسيقى ومشاهدة ممتعة.
فعلا يتجلى هذا الإبداع الخاص بالموروث الشعبي من خلال هذه الرقصات التي تشتهر بها اليمن، وخاصة هذا الرقص العدن الذي يجمع بين الرجال والنساء وفي تقديم صورة جميلة وأيضا مؤثرة تحاكي الحاسيس الراقية لدى الإنسان بشكل عام. أعود إليك صدام، هل فن الدمى هذا يعني تعبير شعبي مؤثر في هذه الحياة؟ بكل تأكيد، لأنه بتأثر وبتفاعل مع الجمهور، وأساسا هو حتلاقي أنه في البدايات قبل ما يكون فن متخصص نخبوي يدخل في إطار النخبوية ويدخل في إطار التخصصية ومثلا يدخل في إطار المنهجي بشكل أساسي بشكل عام، يعني حتلاقي أنه فن شعبي، وبالتالي حتلاقي أن الأرجوز ظهر في مرحلة من المراحل في الحضارات العربية سواء المصرية مثلا أو غيرها، ظهر كشخص مناهض لفكرة العنف ومناهض لفكرة التسلط ومناهض لفكرة السلطة، وحتلاقي كمان في الحضارة التركية مثلا حزواز وعواض، يعني ففي الأساس هو فن شعبي وبالتالي مش فن نخبوي، بس هو اوكي احنا مع فكرة انه ممكن يكون فن يعني ما بين فكرة انه يتطور من فن شعبي الى فن نخبوي وموجه بشكل أساسي، بس هو في الأساس كمسرح العرايس هو فن شعبي يقدم من خلال الشخوص اللي هم أساسا فنانين تقليديين او فنانين انطباعيين بشكل اساسي، وكان بيستخدموا مثلا خيال الظل، يعني في زمن مثلا في رحلات الحج مثلا ومسيرات الحج دي كانت تستمر لمده شهور طويله جدا، في الاخر هم كانوا يقدموا اشخاص عاديين من خلال قصائد الشعر والمعلقات ومن خلال الحكايات مثلا والبطولات اللي كان يسطروا الملك وهذا البطل ومش عارف ايش، وكان بيعمل مغامرات كبير جدا مساله الحرب والنزاع ومش عارف ايش، كان بيستخدموا خيال الظل، وخيال الظل هذا كان بدمى بسيطه جدا كان يحرك اشخاص عاديين، ففي التالي هي نروح نطفال كنا بنحاول نقلد مثلاً الجمل والخيل بالضبط استخدام الحركات سواء استخدام إيماءة اليد في مثلا في حالة انطفاء الكهرباء، فاحنا دائما كنا بنعمل اشياء معينه على اساس ان احنا نلاقي انعكاس الظل بالضبط على الشمعة وكذا. طيب يعني افهم من كلامك انه فن الدمى هذا الفن الراقي يعني بيقدم الحياه بشكل مصغر، هو بينعكس او بيعكس كل مراحل الحياه اليوميه بشكل مصغر في شاشه صغيره، يعني في شاشه صغيره جدا بيقدم كل ما بينعكس في مدخلات الانسان بالنسبه للممثل مثلا او المؤدي ان صح التعبير، هو بيعكس كل مدخلاته الذي اساسا بيشوفه في حياته اليوميه بيعكسها بشكل كبير جدا من خلال الشاشه، من خلال تصرف معين، يعني من خلال تاديه اسلوب معين في تقديم عروسه مثلا معينه في اداء معين باختلاف انواع العرايس، يعني سواء كانت مارينيت او خيال الظل. طيب يعني فن الدمى كما ذكرت هو طبعا وسيله تعبير يعني مؤثره، يعني كيف كان له دور في تعزيز ثقافة الناس وتعريف الناس بقضاياهم ومحاولة تحقيق أحلامهم؟ من خلال تقديم عروض معينة، هي في الأساس أنت بتقدم منصة معين وبتقدمه للجمهور، والجمهور هو مسؤوليته هنا أنه هو يعيد إعمال النص بشكل كبير جدا، من خلال أنه هو حتى لو ما لقيتش الهدف بشكل مباشر أنه صادق أو أنه انطلق بشكل كبير جدا الهدف، لا بتلاقي أنه متخزن في العقل الباطن أو العقل اللاواعي بالنسبة للشخص اللي هو المتلقي، فبتلاقي أنه بعد ما يشوف العرض ممكن يرجع على البيت، بس لا في الآخر ممكن يفكر في سرحان معين قبل النوم، ممكن يفكر بطريق ما بالمدخلات الذي تم اسقاطها في المسرح، فبالتالي هي بتغير انطباع بشكل كبير جدا وبتساعد على تحسين الاداء العام بالنسبه للمزاجيه العام للمتلقي. يعني طيب يعني مثلا من فضلك لو في حوار بين اثنين جاوعين وخاورين صينيه اكل بالخضروات بالدجاج بالفلفل العدني، كيف ممكن احنا نعمل الحوار بين شخصين؟ ممكن نستخدم تكنيك اللي هو العريس الاصبع مثلا، اكيد حيكون ربة بيت وربة بيت مثلا وشخص ولا هي وزوجها مثلا، ف انا ممكن اعمل بكذا بهذه الطريقه، يعني بحيث انها تكون الاداء باين، هو جاوع ويشتي صينيه دجاج بالخضروات بالفلفل العدني، يعني ما يشتي لهذا الاكل يعني. يلا يا مره ايش اشتي قدني جاوع مالي انا ما اكلتوش من امس، كملتو امس اتغديت واتعشينا بس ما اكلتوش، يلا صلحي لنا غدا، ايش في نفسك يا زوجي العزيز ايش تشتين عندي لك ذا الحين مو نعمل لك، اوه نفسي صينية خضار بالفلفل والبسباس العدني، يلا اليوم كله هذا الطلبات وعدك الله انزل اشتري لنا الخضروات، ليش ما فيش خضروات من امس مالينا خلصت الحاجات كلها أمس، خلاص شان زول أجيب الحاجات دحين وارجع لك، هيا مع السلامة جهز الحاجات حقك، حاضر شجهز الآن. إذن تستخدم الخضروات بكثرة في وصفات الطهي لفوائدها وغناها بالفيتامينات والمعادن المفيدة، كما أنها سهلة الهضم ولا تشكل تعبا على المعدة، ويمكن أن تضاف
الخضروات إلى العديد من الأطباق التي تحتوي على اللحوم بمختلف أنواعها، ومن أشهر هذه الأطباق طبقة دجاج بالخضار والفلفل العدني. ها صدام عجبتك الصينية؟ ها شكلها مغري قوي تحس انه انا جات كذا فجأة ورغم ان احنا لسه فطرين يعني طب ايش رايك في البرنامج يعني؟ بالعكس انا سعيد جدا في الاستضافة وسعيد بلقائك بشكل شخصي وحبيت البرنامج وصباح جميل وشكرا للاستضافة. طيب ايش الرسالة اللي تود ان توجهها في الاخير عبر هذه الدمى الجميلة التي جعلتنا نعيش ساعة من الخيال والابداع؟ خلوا بالكم من نفسكم وحاولوا قدر الامكان احنا نبتعد عن المناطق المزدحمه والازدحام بشكل كبير جدا، وفي المقابل احنا ممكن نقضي وقت كبير جدا مع افراد الاسره في البيت، وخلونا نقرب يعني خلونا نعتبرها فرصه قريبه جدا احنا نقرب من مساحه من بعض يعني. صدام العدله انا مسرور جدا بتواجدك معنا خلال هذه الساعه المباشره، انت ممثل اليمن في الاتحاد الدولي للمسرح العرائس ونموذج مشرف، اتمنى انه ان نشاهد المزيد من هذه الابداعات الجميله. برنامجنا طبعا مفتوح لك ولجميع الموهوبين والمبدعين، وأنتم تحملون رسالة راقية أن الفن دائما ينتصر على الحرب. شكرا لك عزيزي وسعيد بالاستضافة. شكرا. السادة المشاهدين، رغم كل الهموم والمشاكل والمصاعب التي نتعرض إليها في الحياة، إلا أننا يجب أن ننظر إلى الجزء الجميل منها. فالحياة مليئة بالأمور الجميلة والأشخاص الرائعين، وفيها الكثير من النعم التي أنعم الله بها علينا. ابتسموا دائما في وجه الحياة. واجب رد السلام واسمح بوقف واحد وجاوب داعي الغرام، واسمح بوقف واحد وجاوب داعي الغرام، وقف قصيرة ربما تناسب تخلق وئام، وقف قصيرة ربما تناسب تخلق وئام. خذني معك ما دام اخذت قلبي،
أذني ما